يعطيكم العافية. شو الأخبار؟ معنا 3 دقائق نشرح فيهم عن المصطلح سلو موشن والتايم لابس. التايم لابس هو التسريع للفيديو، منه نقدر نستخدمه لأشياء فنية جمالية بالمونتاج بالفيديوهات، هذا أولا. ثانيا لاستخدامات علمية، هاي النبتة بدنا نشوف قديه معدل نموها. طبعا النبتة بتاخذ وقت جدا طويل مشان تنمو، فإحنا بنصورها، بنخلي كاميرا ثابتة بتصورها، لكن بنسرع الفيديو مشان نشوف النتيجة النهائية، فهذا إحنا بنسميه تايم لابس. هلا بالنسبة للعكس اللي هو تبطيء الزمن بنسميه سلو موشن أو الحركة البطيئة، اللي هو إشي بالنسبة لعيوننا البشرية بصير بلحظة، لكن في كاميرات بتقدر تصور هاي اللحظة وتعمل ستريتش أو تمطي الزمن فيها وتبطئه لدرجة بتقدر تشوف تفاصيل عينك لا يمكن إنها تقدر تشوفها. كيف بتصير هاي الخاصية؟ هلا إحنا بدنا نيجي بالأساس نعرف شو هو الفيديو. الفيديو هو عبارة عن مجموعة صور متتالية، تمام؟ هلا العين البشرية بدنا نعتبر مثلا إنه إذا شافت 30 صورة ورا بعض راح يبين انه كانه في موشن، في حركه. هون بصير عندنا الفيديو، وهون بيجي مصطلح ال FPS فريم بير سكند، انه هذا الفيديو قد ايه فيه فريم. حاليا فيديوهات اليوتيوب صارت 24 او 30 فريم اللي هو الوضع الطبيعي، احنا بنحكي 24 فريم بالثانيه. هلا في كاميرات بتصور لحد 100,000 فريم بالثانيه، 100,000 صوره بالثانيه، يعني ايش اللي صورته؟ عينك البشريه ما راح تميز اللي صار بهاي الثانيه شو هو. هلا الكاميرا صورت 100,000 لحظة أو صورة بهاي الثانية، إحنا بنأخذ هذا الفيديو اللي هو مدته ثانية لكن جواته 100,000 صورة ونعمل له ستريتش من مطه عن طريق برامج المونتاج. فإحنا لما نمطه بصير عندنا الحركة جدا جدا بطيئة أو سلو موشن، حركة بطيئة. فإحنا بنقدر نشوف بهاي الثانية شو صار، اللي هو بعينك البشرية مستحيل تقدر أنت تشوفه. تحكي بالنسبة للتايم لابس معلومتين مهمات جدا. في شيء اسمه هايبر لابس اللي هو تايم لابس فيه حركة مسرعة لكن بنفس الوقت الكاميرا عم تتحرك من مكانها، وهذا أجمل بكثير من التايم لابس، هذا أولا. ثانيا في التايم لابس اللي بتلاقي فيه الحركة شوي بلوري، بتتم عن طريق تسجيل مجموعة صور ورا بعض بشتر بطيء، فبتطلع قدامك الحركة فيها كأنها غوستي أو هيك شكل شبح عم بتحرك. هاي بتتم عن طريق أخذ صور متتالية عن طريق كاميرا احترافية، وعادة بيكون مركب اندي فلتر أو الإضاءة بتكون خافتة مشان يعطي مجال للشتر يأخذ للصورة. فبتجمع هاي الصور بالمونتاج أو أدوبي بريمير بتعرف عليها سيكونس مباشرة وبحولها فيديو. بالنسبة للسلو موشن لا يمكن أنه أنت تمسك فيديو طبيعي وتبطئه، لأنه راح يصير يقطع. يعني أنت عندك فيديو فيه 30 صورة، إذا مطيته لخمس ثواني الثلاثين صورة بدها تتوزع على الخمس ثواني، فهون بصير الفيديو عندك يقطع، بتلاقي فيه فريمات عم توقع. الحل الوحيد مشان تأخذ سلو موشن اللي هو تمسك كاميرا أصلا بتصور سلو موشن، وهي كاميرات جدا جدا مكلفة صراحة. أشهر شركة بتصنع هاي الكاميرات اللي هي شركة فانتوم، يعني إحنا بنحكي كاميرات بتوصل 100,000، لكن إذا بدك تشوف هاي الكاميرا شو بتطلع نتائج افتح على قناة سلو مو جايز، شوف الفيديوهات الخرافية اللي بينزلوها هذول الشبين، بس اشتروا هاي الكاميرا بس بعملوا هاي الفيديوهات سلو موشن. تايم لابس بقدر اعمل انا تايم لابس بتليفوني او باي كاميرا؟ صراحة بتقدر، جيب اي فيديو، هاي الفيديو اللي انا هلا صورته قدامكم، بس سرعه، لانه انت هيك بتمسك الخمس دقائق بتضغطهم بصير فيديو مسرع. فالتايم لابس موضوعه شوي بسيط يعني، لكن اذا بدك تخليه احترافي للهايبر لابس راح يطلع اشي تحفة صراحة. بتمنى تكونوا استفدتوا. اذا عندكم اسئله او مصطلحات جديده بدكم تعرفوها ابعثوا لي على الانستغرام او الفيسبوك leo.hamati، وتذكروا دائما انه كل شخص فينا مبدع بس بطريقته الخاصه. بنشوفكم بالفيديو الجاي، مع السلامه.